وسهلاً من مركز التميز للتوحد، ومع مقالة جديدة بعنوان ما هو التوحد؟ يشير التوحد أو اضطراب طيف التوحد إلى مجموعة من الأعراض مثل تحديات في المهارات الاجتماعية والسلوكيات التكرارية والتواصل اللفظي وغير اللفظي. ووفقاً لمركز التحكم بالأمراض والوقاية منها الأمريكي CDC، ارتفعت نسبة انتشار التوحد إلى طفل واحد من كل 36 طفلاً في الولايات المتحدة مصاب باضطراب طيف التوحد. نحن نعرف بأن التوحد ليس نوع واحد، بل عدة أنواع فرعية تتأثر معظمها بالعوامل الوراثية والبيئية. نظراً لأن التوحد يعد اضطراب طيفي، فإن كل فرد من ذوي التوحد لديه مجموعة فريدة من نقاط القوة والتحديات، ممكن أن تتراوح وتختلف الطرق التي يتعلم ويفكر بها أفراد ذوي التوحد وحتى حل المشكلات. فالبعض لديه مهارات عالية والبعض الآخر تمثل لديه تحديات. قد يحتاج بعض الأفراد من ذوي التوحد إلى دعم كبير في حياتهم اليومية، بينما يحتاج البعض الآخر إلى دعم أقل، وفي بعض الحالات قد يعيشون بشكل مستقل تماما. قد تؤثر العديد من العوامل على تطور اضطراب طيف التوحد، وغالبا ما يكون التوحد مصاحب لبعض المشاكل الحسية أو المشاكل الطبية مثل اضطرابات في الجهاز الهضمي أو النوبات أو اضطرابات النوم، بالإضافة إلى مشكلات صحية نفسية مثل القلق والاكتئاب ومشاكل تشتت الانتباه. تظهر علامات التوحد عادة في السن الثانية أو الثالثة، ويمكن أن تظهر في بعض حالات تأخر النمو المرتبطة بها مبكرا، وغالبا ما يمكن تشخيصها في وقت مبكر في سن 18 شهرا. كما تظهر الأبحاث أن التدخل المبكر يؤدي إلى نتائج إيجابية لاحقا للأفراد من ذوي التوحد. وفي الختام، تنتظرون الأسبوع القادم مع مقالة جديدة، والمزيد من المقالات يمكنكم زيارة موقعنا، موقع مركز التميز للتوحد.